شباب انا هنا، تمام؟ لو سامعيني قولوا اللي انتوا سامعين. تمام يا احمد، ماشي يا سلمى. باذن الله الترم ده هنكمل منهجنا. بإذن الله المنهج الترم ده سهل وخفيف وريليتد أكتر بالعملي ولذيذ كمان. النهاردة هناخد برنامج اسمه سكراتش، تمام؟ البرنامج دوت إيه؟ مبدئياً كده قبل ما نشتغل أي حاجة، هو برنامج بيعمل بلغة البرمجة حاجات رسومية كده، يعني بلوكس وكده، وبركبها زي البازل على بعض، ومن خلالها بعمل كود برمجي بنفذه. هو حاجة مناسبة لسنكم أو عمركم، لكن مثلا الناس في الجامعات وكده ما بيستخدموش أكيد الحاجات دي، بس هي حاجة بتوصل لكم يعني إيه برمجة ويعني إيه كود، بس مناسبة لسنكم. طيب، هو أصلا برنامج السكراتش ده لغة برمجة رسومية. يعني إيه رسومية؟ يعني عبارة كده عن مكعبات أو بازلز أو بلوكس بركبها فوق بعضها، تمام؟ والمتعارف عليها انها لغه مرئيه. يعني ايه لغه مرئيه؟ يعني بجيب مثلا كيوب ومكتوب عليه البرميشن او الانستراكشن المناسب بتاعي، وابدا اركبهم فوق بعض، تمام؟ وبعد كده بينفذ لي ايه حاجه معينه. طيب، بقدر اعمل بالبرنامج ده ايه؟ ممكن اعمل بيه ستوريز، بعمل بيه قصص، ممكن اصمم بيه العاب. عارفين لعبه السنيك اللي كنا بنلعبها في الموبايلات زمان دي؟ دي ممكن نقدر نعملها بيها. كنا بنعبت السناك ديت بحرك يمين شمال فوق تحت، كل اصلا كل تحريكه من دي instruction، امر، order، كود. طيب، بقدر اعمل الكود ده برضو حاجات صوتيه. يعني ممكن لو انا عملت مثلا كود بيحرك مثلا كائن، فالكائن اللي هيتحرك ده ممكن اخليه يعمل صوت، تمام؟ وممكن بعد ما بخلص الشغل ده كله اقدر ارفعه على النت عادي، تمام؟ الناس تستفيد منه، اوكي؟ طيب، بعد كده برضو حاجة تانية عايزاكم تعرفوها، ان البرنامج بتاعي دوت بيعتمد على حاجة اسمها البلوكس او الاوامر. يعني بركب حاجات فوق بعض، عامل زي لعبة البازل كده، ببدأ اركب حاجات فوق بعض، والحاجات اللي فوق بعض دي بتنفذ لي حاجة معينة. طيب، بحطها فوق بعض وبتنفذ لي غرض مطلوب، الغرض المطلوب بتاعي. بعد كده ايه مميزات برنامج السكراتش؟ زي ما احنا كده شايفين، بصوا معايا، بيقول هنا ايه؟ Identify technological and programming projection software. يعني هنعرف الاول هننزل البرنامج، وبعدين هنعمل ايه؟ ونعرف منه مفاهيم واساسيات البرمجه، ونعرف منه يعني ايه شروط، ويعني ايه كونديشنز، ويعني ايه لوب، وهكذا. البرنامج دوت كمان يا شباب اوبن سورس. يعني اوبن سورس يعني اقدر انزله من على النت، واقدر اشتغل عليه اونلاين او اوفلاين براحتي. طيب، البرنامج دوت فيه اكتر من لغه، تمام؟ فانا اقدر استخدم اللغه اللي انا عايزها زي اللغه العربيه ايا كانت، او الانجليش براحتي على حسب شغلي. وفي اكتر من لغه، وهنشوف الكلام ده لما نفتح البرنامج. طيب، بستخدمه لعمل التصميم، بصمم بيه تطبيقات، وبستخدمه كمان في، مش شرط في مادة الحاسب الآلي، ممكن استخدمه في مواد زي الدراسات، في الساينس، براحتي حسب الشغل اللي انا هستخدمه. دي حاجة عاملة زي الانوفيشن، الابتكار او الابداع او كده. طيب، ايه تاني؟ بقدر انشئ الاوامر دي عبارة عن طريق اللي انا بركب الاوامر فوق بعضها زي ما انا بعمل بالمكعبات كده. طيب، ايه تاني؟ البرنامج دوت بيساعدني ان انا يفتح نطاق الفكر بتاعي، تمام؟ غير كده بيقدر يشتغل على اكتر من نظام تشغيل زي الويندوز وزي اللينكس. طيب، ازاي بشغل البرنامج بتاعي؟ اقدر استخدمه اونلاين واوفلاين. بصوا كده، انا هسطبه دلوقتي معاكم ونشوف الحاجات الاساسيه، وبعدين نرجع البرنامج تاني بتاعي. اوريدي اصلا انا منزلاه من على النت، بس احنا يا دوبك هنعمل له سيت اب. طيب،
طيب على بقى ما ينزل البرنامج بتاعنا نرجع تاني للبي دي اف. قال لك هنا سكراتش بروجرام دير ستودنت تو ليرن بروجرامينج ات ان ايرلي ايج، بتعلمه في عمر صغير تمام عشان البرنامج ده مناسب لسنكم. عندك هيلب اس ديفلوب لوجيكال ثينكينج سكيلز، بيخلي عندك قدره او مقدره انك تفكر تمام وتعمل حاجه اسمها بروبلم سولفنج، يعني تحل مشاكل تمام. بعد كده قال لك ايه، نخش على طول على الديفينيشن، وعايزاكم تركزوا. شايفين كل الكلام ده انا قلته في الاول، البرنامج عندي الحته اللي انا عامله عليها علامه زرقاء دي متوفر عندي السكراتش انترفيس، ان هو افاليبل عندي الانجليش والعربي، بقدر اعمل اي لغه براحتي تمام. وقال لك تمام ان السكراتش يوزز بلوكس اور كومنتس، من اول حته دي كده شايفين دي بلوكس اور كومنتس، بيستخدم حاجه اسمها بلوك او كومنت، كلمتين دول معناهم اوامر. ذات ار بليسد اون ذا توب اوف ايتش ان سبيسيفيك اوردر تو اتشيف ذا ديزايرد افكت، عشان احقق الحاجه المناسبه. شايفين الصوره اللي تحت دي اللي هم في الجنب دي، دي صوره البلوكس، كل بلوك عليه مجموعه من الاوامر بقدر اسحبها دراج اند دروب، وبعدين بحطهم فوق بعض ويبقوا عاملين زي المكعبات او البازلز دي، وينفذوا لي ايه حاجه معينه. طيب الديفينيشن بتاعه مش شرط نعرفه كله، بس انا عايزاكم تعرفوا اللي هو الحته الاولانيه دي، بيقول سكراتش ده اهي، تعال نقراها كده. بيقول لك سكراتش از ا جرافيكال بروجرامينج تول، لغه برمجه مرئيه، اند ديفرنت فروم اذر programming language، يعني بتختلف عن لغات البرمجه. يعني لغات البرمجه اللي الناس بتستخدمها في الجامعات غير دي خالص، او الناس اللي بتستخدمها في شغلها. because they are designed specifically to teach programming in a visual and logical steps، يعني بتعلمني لغه البرمجه بصوره مرئيه، بصوره مرئيه وخطوات، وبتستخدم معاها خطوات منطقيه تمام. تعالوا نقول في الفيتشرز، نفس الفيتشرز دي لسه قايلاها اصلا. قال لك هنا helps to learn the fundamentals and concepts of programming، بتعلم منها لغات مؤسسيات البرمجة تمام، زي such as the conditions وال repetition conditions، دي هي الشروط وال repetitions يعني التكرار، and identify spirits in assembly، يعني ايه identify spirits؟ اي كائن هنفذ عليه مجموعة من الأوامر، الكائن ده او الobject ده يقال عليه ايه spirits. الكلام ده يعني شوفوا احنا بناخد بس الاساسيات، اول ما نيجي هنطبق ونفتح البرنامج هنلاقي الموضوع سهل تماما تماما تماما. تاني نقطه بيقول لك فري سوفت وير، برنامج مفتوح المصدر بقدر انزله، اي حد يقدر ينزله من عن طريق النت، سيرش جوجل عنه وخلاص. تالت حاجه قال لك يو كان يوز ات whatever you are connected to the internet or without، يعني اقدر اشتغل عليه سواء انا متصل بالانترنت او اشتغل عليه اوفلاين. رقم 4 fully supports Arabic language، مناسب جدا لينا اللي احنا نستخدم فيه اللغه العربيه براحتنا. رقم 5 you can use the scratch software to work and design application، بقدر استخدمه اللي انا اعمل بيه application تطبيقات. serve the rest of the scientific manner، يعني ايه بقدر استخدمه مش شرط في ماده الحاسب الالي، لا ممكن استخدمه في ماده الساينس، في ماده الماس، اي ماده. قال لك depends on the innovation and the application، بتعتمد بقى على فكرك وإبداعك تمام. رقم 6 you can set up programs in either way by installing the orders، دلوقتي بقدر أسيت البروجرامز البرنامج بتاعي دوت بطريقة سهلة، بتتبع الأوردرز اللي هي بتبقى next 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 وهكذا تمام. وبعد كده لما بتفتحه بتقدر تركبهم، تركب الاوامر فوق بعض فتعمل لك الابلكيشن المناسب في الاخر. ده حاجه بقى الادفانسد احنا نعملها في الاخر كبروجكت. طيب بعد كده helps to think in a logical way، بيساعدك انك تفكر بشكل منطقي، تعمل حاجه السكراتش كان بي ران اون ديفرنت اوبريتنج سيستم، دي بتجيلكم مثلا في جوجل فولز
ان هو يقدر يشتغل على نظام تشغيل واحد، لا يقدر يشتغل على اكتر من نظام تشغيل زي الويندوز وزي اللينكس. بعد كده قال لك الويز تو ران سكراتش بروجرام، ايه الطرق اللي انا بشغل بيها البرنامج بتاعي. حاطط لك اللينك اهو في البي دي اف، يقول لك دوس على كده وتقدر تستخدمه اونلاين واوفلاين. قال لك first you can run the program while you are your computer is connected to the internet، اقدر استخدمه اونلاين يعني تقدر تستخدمه وانت فاتح نت. secondly you can download a copy of the program on your computer، تقدر تنزله على الكمبيوتر بتاعك زي ما انا نزلته تمام. in which case you won't need internet connection، لو انت مش محتاج النت فانت تقدر تشتغل عليه ايه اوفلاين يا شباب. طيب بعد كده احنا عايزين نعرف ايه بقى، عرفنا كل حاجه عن البرنامج، عرفنا يعني ايه تعريفه، وعرفنا يعني ايه مميزاته، وعرفنا اللي احنا نقدر نستخدمه اونلاين واوفلاين. طيب الانترفيس بقى، الواجهه، اول ما بفتح ايه اللي بيظهر قدامي. بصوا الحته ديت التولز المين امبورتنت فيتشرز تمام، انا هقراها تمام ونكونكت بيها بالصوره، ولما افتح البرنامج واحنا بنطبق هنشوف الموضوع وهيثبت معانا اكتر. اول حاجه رقم واحد حاجه اسمها المينيو، المينيو بار اللي هي فوق، اللي فيها كلمة فايل، اللي فيها تابس، اللي فيها اباوت البرنامج، اللي فيها هنا علامة بقدر منها غير لغة البرنامج مثلا من الانجليش للعربي، من عربي للانجليش او لأي لغة تانية، مش شرط اللغتين دول، احنا اصلا لما نفتح نلاقي اكتر من لغة البرنامج بيسبورت اكتر من لغة. طيب تاني حاجة عندنا اسمها تول بوكس، التول بار دي باذن الله هنعرف المرات الجايه الايكونز اللي فيها، كل ايكون بتعمل ايه. بس مبدئيا فيها ايكونز مهمه، مثلا ايكون زوم ان زوم اوت وهكذا هنشوفها برضو. طيب ثالث حاجه عندنا حاجه اسمها الستيج اريا، شايفين الدوج او الكلب ده واقف فين؟ في مسرح، ستيج دي المنطقه اصلا اللي بيظهر فيها ايه شغلي النهائي. لو انا قلت مثلا الكائن ده يتحرك 10 خطوات فانا هكتب كود اقول له الكود دوت اتحرك 10 خطوات. طيب مش انا لما اقول له هيتحرك فهو يتحرك على المنطقه فين؟ المنطقه البيضه بتاعتي. يبقى المنطقه ده هي شباب اسمها ستيج، المنطقه دي البيضه دي اسمها ستيج اللي انا مشاور عليها بالماوس. طيب انا بقى بكتب الكود فين؟ بكتبه في المنطقه دي، شايفين المنطقه دي؟ دي اللي بكتب فيها الكود. تعتبر المنطقه دي عامله زي الكواليس كده، انا بكتب فيها حاجتي او بعمل فيها شغلي، وشغلي النهائي بيظهر كله فين؟ في المنطقه البيضاء. لكن في المنطقه الزرقاء ده اللي برتب الاكواد دي تحت بعضها، بركب قصدي البازلز كمان فوق بعضها، والاوتبوت بيظهر لي على الستيج. بعد كده عندي رقم 4 حاجه اسمها سبيريت، سبيريت ده اللي اتفقنا عليه، الكائن دوت الاوبجكت ده الكلب دوت او الدوج ده اسمه سبيريت في البرنامج بتاعنا. طيب خامس حاجه بيقول لك the backdrop of the stage، شايفين الحته اللي تحت دي؟ يعني ايه backdrop؟ المنطقه ديت بجيب منها خلفيه للكائن، بمعنى مش الخلفيه دلوقتي عندي بيضه، انا ممكن اغير الخلفيه دي، ممكن اخليها صوره من عندي على الجهاز، ممكن انزل صوره من على النت واحطها خلفيه بدل المنطقه البيضه دي، ممكن كمان اجي البرنامج موفر لي خلفيات فانا اقدر اخد من الخلفيات اللي موفرها لي البرنامج. طيب الموضوع ده بيساعدني ازاي او الخلفيات ده بيساعدني ازاي؟ انا فرضا عايز اعمل ستوري، اول مشهد فيها الكلب ده يتحرك في مكان معين واحط له خلفيه بقى، وممكن احط مع الدوج دوت كائن تاني براحتي حسب الستوري او حسب الايماجينيشن بتاعي، ومثلا اعمل سين او مشهد تاني فيه خلفيه تانيه بكائن تاني بيتحرك بطريقه معينه، وفي الاخر بركب المشاهد دي على بعضها وتطلع لي ايه ستوري. فانا كده استفدت من البرنامج اللي انا عملت كود، وبعد ما عملت الكود لكل سين او لكل مشهد بدات في الاخر اركبهم مع بعض. ده اصلا من فوائد البرنامج اللي انا قلتها في الاول، قلت اللي نقدر نعمل بيه انتراكتيف ستوريز، قصص تفاعليه. طيب بعد كده رقم 6 بيقول لك السبيريتس اريا، شايفين رقم 6 دي منطقه الكائنات. هو انا شرط عليا يبقى الكائن ده بس اللي قدامي؟ لا، انا اقدر احط اكتر من كائن في نفس المشهد او نفس السين، او يا شباب ممكن اعمل سين تاني واحط فيه كائنات تانية، بس كل الكائنات بتظهر لي فين؟ بتظهر لي هنا تحت. يعني مثلا شايفين الكائن ده وجنبه علامه الاي دي، اقدر اعمل كائن تاني وجنبه علامه الاي. اوكي بعد كده عندي حاجه اسمها التابس، شايفين التاب اللي فوق دي فيها حاجه اسمها سكريبتس وكاستم وساوند، تبويبات دي هنستخدم التبويبات دي، هنعرف مزاياها باكتر في السيشنز اللي جايه. طيب رقم 8
قال لك هنا ايه؟ The spirit area، دي المنطقة اللي بكتب فيها الكود اللي بحرك بيه الكائن. The code session، شايفين في التعريف أصلاً؟ The code session gather installing a set of drawing comments، بحط الأوامر فوق بعضها في order معين ويبدأ ينفذ لي على الأوبجكت بتاعي اللي هو مين، أو السبيريت بتاعي اللي هو مين، الكائن. رقم تسعة دي البلوكس بائري، دي المنطقة اللي فيها البلوكات، المنطقة اللي فيها البازلز الجاهزة. يعني إيه؟ يعني عندي بازل أو مكعب مكتوب عليه الأمر جاهز. أنا كل اللي بعمله يا شباب بعمل دراج أند دروب. يعني إيه دراج أند دروب؟ يعني بسحب الأمر وأحطه، مش أنا اللي بكتب الأمر، لا، بسحب الأمر وأبدأ أركب الأوامر فوق بعضها وهي بتتنفذ لي أوريدي على الكائن بتاعي. طيب رقم 10 قال لك إيه؟ عندي هنا X and Y represent the position of the spirit. عندي هنا علامة X و Y، X وال Y دي بتعرف لي مكان الكائن على الستيج. يعني أنا ممكن ما يكونش ثابت، ممكن أحركه هنا، فالتحريكة الجديدة بتديني موقع جديد. طيب على فكرة في X و Y تانيين هنشوفهم في البرنامج بس مختلفين عن الاكس والواي دول، اوكي؟ فده الانترفيس بتاع البرنامج بتاعي. طيب اقول لكم ايه، تعالوا نفتح البرنامج ونشوف الكلام ده بقى عملي اكتر. انا جيت اهو فتحته، اوكي ثواني بس، ده الانترفيس اول ما بفتح، ثواني. اول حاجه عايزين نعرفها القائمة اللي فوق اهي، شايفين علامة الورلد او علامة العالم دي؟ اول ما بدوس عليها بقدر، شايفين كمية اللغات دي؟ هنا من هنا بغير اللغة، يعني مثلا ممكن استخدم اللغة العربية، اوكي؟ شايفين البرنامج كله اتغير. طب انا دلوقتي عايز استخدم الانجليش تاني عشان ايه؟ اسهل بالنسبة لنا، اوكي؟ طيب يبقى انا عرفت منين بغير الحاجة بتاعتي. طيب عندي حاجة تانية، دي الستيج بتاع الباك جراوند. قال لك حتى هنا تحت ايه؟ عندي ممكن اعمل new background choose a background a backdrop قصدي، او اللي انا برسم الباك دروب بتاعتي دي، او الباك جراوند او الخلفيه بتاعتي، او ايه بابلود، بجيب واحده من على النت، او ممكن اصور واحده بكاميرا واحطها. طيب عندي السبيريت اهو، شايفين وانا واقفه عليه، شايفين علامه الاي دي؟ بصوا كده لما بدوس عليها بيطلع لي معلومات عن الكائن. شايفين علامه الاي؟ اول ما بدوس عليه يعمل لي ايه؟ بيطلع لي معلومات عن الكائن. ممكن اغير اسمه براحتي، ممكن اخليه مثلا دوج، براحتي اي حاجه، خليها بالعربي، تمام. انا دلوقتي قال لك عندك الاكس والواي مكانه على الموقع هنا، صفر وصفر، انا لسه ما حركتوش. الدايركشن بتاعه، دورانه، الروتيشن. طيب الروتيشن قال لك هنا كان دراج ان ا بلاير، انا ممكن اظهره او اخفيه، شايفين شو بزوره او اخفيه، دي بستخدمها قوي في لو انا بعمل قصه، يعني الكائن ده يظهر دلوقتي او ما يظهرش دلوقتي وهكذا. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان من خلال علامه الاي او ايكون الاي دي بعرف معلومات عن الكائن، او اضيف اكتر من كائن. شايفين كلمه نيو سبيريت؟ ممكن اضيف اكتر من كائن، ممكن اضيف كائن من اللايبراري اللي عندي في البرنامج، هنشوف الكلام ده اكتر المره الجايه. ممكن ارسمه، ممكن ابلوده من على النت كمان، وممكن اصور كائن وانا اللي احطه. طيب قلنا مجموعه، عندي هنا عندي مجموعه حاجه اسمها سكريبتس كاستم ساوندز، دي هنعرفها المره الجايه اكتر. طيب اللي انا عايزاه نعرفه النهارده، عندنا ثلاث حاجات مهمه. عندنا حاجه مجموعه اوامر اسمها موشن، ومجموعه اوامر اسمها ايفنت، ومجموعه اوامر اسمها كنترول. من كلمه موشن معناها حركه، بمعنى شايفين الايكون دي؟ دي كلها مجموعه الاوامر بتاعه الموشن ومعموله بعلامه ازرق. طيب الايفنتس لما بدوس عليها مجموعة أوامر للأحداث. طيب الكنترول لما بدوس عليها مجموعة أوامر كتيرة للكنترول، التحكم. طيب لو أنا وقفت على موشن ومثلا اخترت المكعب ده اللي هو move 10 steps، يا عم اتحرك لي 10 خطوات، بمعنى أو ممكن أغير العشرة دول لخمسين مثلا خطوة. تعالوا كده نشوف إيه اللي هيجرى، ثواني بصوا كده، اتحرك لي ايه 50 خطوه في الستيب، شايفين ماشي اهي وهيفضل ماشي، وممكن ايه لما لغايه ما يوصل لغايه الاستيج ويقف. طيب ممكن استخدم اكتر من موشن تاني، ممكن شايفين بازل، شايفين لو انا جبت واحد تاني، شايفين الحته اللي بتلحم دي؟ دي كاني بركب بازل في بعضها، ممكن ابعده، ممكن اركبه براحتي. طيب انا ممكن استخدم الكنترول في ايه؟ ممكن اخليه يتحرك 50 خطوه
وبعدين يستنى ثانيتين وبعدين يبدأ يتحرك 50 خطوة تانيين. طب أنا أجيب الكنترول أو التحكم ده منين؟ من الويت. الويت ألاقيها فين؟ في الكنترول. طيب لو أنا مثلا بقول له wait 1 second، ممكن أغير، لا بلاش to wait 1 second، ممكن to wait 5 second وبعدين اتحرك. طيب هو كده كده هيتحرك الأول 50 خطوة، وبعد كده هيستنى 5 ثواني، وبعد كده مش هيتحرك العشرة دول، فأنا لازم أعمل إيه؟ أبدأ ألحم ده في ده، شايفين؟ أقدر مثلا أخليه يتحرك بعد كده 20 خطوة. طيب تعالوا كده نسحب الكائن. كنت بقول لكم على حاجة، شايفين علامة الإكس والواي هنا؟ هو مكانه على في المكان، موقعه الإكس 200 والواي 0. طب أنا لو أنا شايفين علامة الإكس والواي واللي تحت دي، دي الإكس والواي بتاعت الماوس بتاعتي، بتتحرك فين على الستيج دي؟ مختلفة عندي خالص. تمام، أبدأ أخد الكائن، شايفين أنا بحرك الكائن إزاي؟ أوكي. طيب أنا مثلا عايزاه يتحرك، تمام، وقمت دايس على البلوك كله، شايفين منور حتى، شايفين من التنويرة دي، دي معناه إنه شغال. على فكرة هو استنى ال5 ثواني أهو ويتحرك تاني. ها، ال50 ستيب دي في مرة، وبعد كده وقف 5 ثواني وبعدين اتحرك 20 خطوة. هما مش 20 خطوة فعلية، لا هما عارفين فردة الرجل كده كأني بحرك مسافة 50 أو مسافة 20، ده اللي بيجرى. طيب احنا دلوقتي عرفنا بنستخدم الموشن في ايه وبنستخدم الكنترول في ايه، وعلى فكرة ممكن اختار ريبيت. تعالوا كده على فكرة ده براحتنا، كنترولز دي براحتنا، انتوا بتجربوا في البيت. انا مثلا عايز يتحرك ال10 مرات. طب انا مش عايز يتحرك ال10 مرات دول الا لما ادوس مثلا على علامه الفلاج ده اللي هو العلم ده، فنعمل الكلام ده منين؟ من الايفنت. ايفنت معناها حدث او بيهيفير بيجرى عندي. قال لك when الفلاج لايك كليكت، يعني لما ادوس على العلم ده يا جماعه، ايه لما ادوس على العلم اللي فوق ده الكود ده يتحرك، شايفين؟ طب بصوا كده، لما دوست وهكذا. ايه اللي جرى يا شباب؟ تعالوا نعمل ستوب كده ونقول ايه اللي جرى. هو يقعد يتحرك لغايه ما يخلص. انا اولا قلت ايه؟ when flag click، اول ما ادوس على العلم. بعد كده قلت له يعمل ايه؟ يعمل لي repetition، تكرار للموف ديت، وبعدين يستنى وبعدين يعمل موف، بس التكرار ده ال10 مرات. يعني هو هيعمل ايه؟ هيحرك، شايفين اللي انا عاملاهم سحبه دول كنا بنعملهم مره واحده، لكن انا لا مش عايزاهم يتعملوا مره واحده، انا عايزاهم يتكرروا 10 مرات، ويكرروا 10 مرات لما اضغط على علامه العلم. فهمنا الفكره؟ شايفين لما ادخلها هنا تاني، بصوا كده ببدا اسحب هنا تاني، تمام، وابدا اركبهم، وبعد كده شايفين ده كل ده عباره عن بازلز بركبها فوق بعضها. واول ما ادوس على علامه العلم انا ممكن احرك الكائن براحتي في اي مكان، بس اول ما ادوس على العلم يتحرك. شايفين اول ما دوست حتى على العلم، بصوا كده على الكود، تحسوا فيه تنويره كده خفيفه، عارفين اول ما التنويره دي تنطفي يبقى الكود خلاص خلص شغله. اوكي، يبقى احنا كده النهارده خدنا ايه؟ نقول بس بسرعه، احنا النهارده خدنا تعريف البرنامج السكراتش، خدنا مميزات البرنامج بتاعت السكراتش، ازاي بشغله، مكونات الشاشه بتاعتي، يعني هنا عرفنا يعني ايه سبيريت، عرفنا ديت المنطقه بتاعت الستيج البيضة، المنطقه ديت الكواليس اللي بكتب فيها الكود، ديت المنطقه اللي فيها الموشن والايفنت والبتاع دي، منطقه الاوامر، الاوامر عندي مكتوبه انا يا دوب بس بسحبها واركبها فوق بعضها. تمام، بعد كده عرفنا حاجة اسمها مجموعة الحركة اللي هي الموشن، وعرفنا حاجة اسمها مجموعة الكنترول التحكم، وعرفنا مجموعة الجروب بتاعة الايفنت اللي هو البيهيفير اللي بيجرى عندي لما بيحصل حاجة معينة. احنا كده خلصنا، في اي مشاكل؟ في اي مشاكل يا شباب؟ كده احنا خلصنا النهاردة. مش عارفة الصوت منين.